اتفضل. حضرتك النهارده متضامن مع الوقفه الاحتجاجيه؟ طبعا من ضمن زمايلي ضد قانون السلطه القضائيه، لان هذا القانون فيه حق كبير جدا على زمايلنا المحامين، وانا شايف ان يعيب على السلطه القضائيه انها تطرح هذا القانون في هذا الوقت الراهن، لان السلطه القضائيه وزمايلنا القضاء مش فئويه، ومش هم مش فئه العام ولا فكر غزو ولا فكر فسيج، لكن دول سلطه المجتمع المفروض فيه من سلطه المجتمع، كان يجب ان ينتظر لما يكون في مجلس تشريعي يناقش يعطيهم حقوقهم ويعطينا حقنا في هذا القانون. طب يا فندم اسم حضرتك وايه؟ اسم حضرتك ابو بكر محمد، هو عضو مجلس الحق المحلي السابق.